السلام عليكم. الحرس الثوري يعلن استمرار هجماته على إقليم كردستان. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين استمرار هجماته في إقليم كردستان العراق، وذلك حتى نزع سلاح الجماعات الإرهابية. وقال الحرس إنه بعد الجولة الأولى من الهجمات زار عدد من مسؤولي حكومة إقليم والحكومة المركزية العراقية إيران، وعقدوا اجتماعات مع وزارات الخارجية وطلبوا وقتها لتنفيذ مطالب الجمهورية الإسلامية، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات من قبلهم. وشدد على أننا سنواصل هجماتنا حتى تنفيذ الحكومة المركزية في العراق وحكومة الكردستان تعهداتها وتلبية مطالب الجمهورية الإسلامية بنزع سلاح الجماعة الانفصالية والإرهابية، مبينا أنه في عملية اليوم استهدفنا مقرات لم تكن قريبة من بيوت المواطنين. وأوضح أنه في الجولة الماضية تم قصف بعض الأماكن، لكن الإرهابيين استقروا فيها مرة أخرى، واستهدفناهم هذه المرة بالصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية والهجومية، كما استهدفنا مقراتهم على طول الحدود بالمدفعية. مضيفا منطقة تسمى بكرجو في السليمانية هي إحدى المناطق التي أعادوا تموضعهم فيها بعد أن دمرنا مقراتهم. هذه منطقة يتواجد فيها السكان العاديين أيضا على أهالي بكرجو، نبد هؤلاء الإرهابيين لضمان أمنهم. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.